طيب مبدئيا انا ما كنت اول مره النهارده استعمل الاسياجو والبيافي تحديدا يعني علشان كانوا هم يعني تقريبا اتعرضت للبارميزان وتعرضت للجرانو بيدانو قبل كده فازاي ان انا اقدر اخلط الطعم بتاع البيافي والطعم بتاع الاسياجو مع طرق طبخ كتير ومع اصناف مختلفه دي كانت حاجه جديده بالنسبه لي عشان تقريبا في مصر ما فيش ثقافه جبن كتير فاحنا عندنا في مصر مجرد 3 أو 4 انواع اللي هي الجبن المعتقه دي فان انا استعمل انواع جديده خلتني ان انا اتعلمت فليفرز اكتر النهارده في الديمو عملنا تقريبا كل اصناف كل البوفيه اللي احنا عملناه كان كله اصناف مختلفه باستعمال الجبن المختلفه بس مع الاحتفاظ بطعم كل جبنه في طعم كل صنف وسام فادنا كتير ان هو ركب طعوم مختلفه من مع الجبن في نفس الطبق فكان ازاي نستخدم كل انواع الجبن مع بعض المطبخ الايطالي عامه معروف باستعمال الجبن في كل الاصناف اللي موجوده فكانت حاجه حلوه ان هو الواحد يتعرض ليها ويشتغلها ويدوق الناس ويشوف رد فعلهم ايه على انواع الجبن المختلفه.